اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده والستات ما بيعرفوش يكذبوا. وحقيقي وحشتوني جدا جدا رغم انه ويكند بس ويوم كمان، لكن انا حاسه ان هو كتير قوي قوي وحشتوني قوي قوي. اسمحوا لي امسي كنت لسه راجعه من اجازه امسي على مفيده الغلبويه واستاذه فريده منوره يا ديده. اهلا بيكي حبيبتي ومنورين ببرنامجكم واهلا بيكم دايما. انت دايما اضافه، وجودك اضافه دايما. بنفكر حضراتكم ان احنا طبعا مستنيين رسائل اس ام اس على 922 37 وعلى 0 9122 ده الرقم الارضي، وعلى طبعا صفحتنا على الفيسبوك. النهارده عندنا اخبار مهمه جدا عن المراه. سيده السفيره ميرفت التلاوي بتقول ان في دراسه دوليه بتقول ان هي قالتها طبعا في ختام الدوره التدريبيه للمراه والمشاركه السياسيه، قالت انه الدراسات الدوليه بتقول ان المراه اكثر شفافيه ونزاهه من الرجل، وان هي اقل فسادا في الاداره. معلش الرجاله ما يزعلوش، دي دراسات دولية. وإن المرأة أكثر نجاحا في المناصب القيادية وبتكون أكثر إلماما بمشاكل العمل، وإن الشركات بتحتل النساء فيها قمة الهرم الوظيفي أنجح من الرجال. أنتوا إيه رأيكم؟ أنا متهيألي كده، لأن هم يعني أكتر حزم، وفي نفس الوقت هم ما بيدققوا في كل كبيرة وصغيرة، فما بيعدوش ولا حاجة. فأعتقد إن هم لما بتوكل لهم مسؤولية بيتموها على أكمل وجه. أنا معاكم في الموضوع ده، يعني شايفة إن الست دايما عندها وجهة نظر وعندها وجهة نظر مستقبلية، يعني دايما شايفة بكرة في إيه، ما ببصش تحت رجليها. إحنا مش بنقول الكلام ده عشان إحنا ستات، لكن بحقيقة الأمر لو أنت شفت أي موقف أو أي مركز الست ماسكاه هتلاقي أن هي متميزة جدا. القيادة كلها بتحبها، متعاونة جدا مع كل المديرين، مع كل العاملين معاها. يعني الست بجد محتاجة، إحنا محتاجين نديها فرصة أكتر من كده عشان تثبت وجودها أكتر. وعندها كمان حاجة تانية، أن هي تقدر تجمع ما بين أكتر من حاجة في وقت واحد وتوجدها. يعني كل في البيت تلاقيها ست بيت ممتازة، في الشغل مديرة ممتازة ومتفوقة، مع الزوجة زوجة مطيعة في قلب البيت. يعني هي بتجيد كل الأدوار، كل والزوجة الأدوار. الراجل بيركز في حاجة، حتى لما تكلميه في موضوع يركز في موضوع واحد. لما يكون عنده مشكلة ما يعرفش يجمع ما بين حاجتين. لا هي بالذات لو في مشكلة في العمل ما يقدرش يركز في حاجة تانية معها. عندنا قدر. انت قلتي خبر جميل جدا واستهلالة جميلة زيك ومشرقة زيك. انما الحقيقة انا بقى قريت خبر تعبني بمعنى الكلمة، وكان في المصري اليوم. الخبر بيقول انه ارسل سائح بريطاني زار مصر رسالة إلى وزير الداخلية بينتقد في رحلته إلى مصر والسياحة المصرية والعاملين في السياحة، وده نشر في الجريدة المصري اليوم. وقال الكاتب: لأحدكم علما بأن رحلتي كانت شهر عسل الجحيم في مصر وانتهت إذا تم إبلاغنا أن هناك حماية للسياح، ولكني من أول يوم ومنذ زيارتي للأهرام اكتشفت العكس، وتم حصار زوجتي الحامل من 5 بائعين اتلموا عليها كده، وخدي دي وعملي دي، تحس انه الراجل خاف عليها مربوكه، وهي طبعا مش واخده على الكلام ده لان هي اللي عايزاه هتروح له مش هو اللي هيجي لها. ودوها شال رخيص وخدوا منها فلوس كتيره، ودي كارثه كبيره جدا في السياحه. وسائح اسمه دانيال ميرفي وكان في زيارة لمصر، وتعرض أيضا لهجوم من بلطجية في أسوان، ولولا تدخل المرشد اللي كان معاه لاستشهد واستشهد به السائح. واختتم ميرفي رسالته: وجه الرسالة لكل المواطنين في إنجلترا بأنهم ما يجوش لمصر. قال يعني إحنا ناقصين، يعني احنا ناقصين الكلام ده. وبعدين نرجع نقول ولادنا خرجوا، 20 مليون مصري بيشتغلوا في السياحة النهاردة أصبحوا معاطلين. مشكلة كبيرة جدا بتتحدى الاقتصاد المصري. إذا باختصار شديد، بعد رسالة مستر ميرل ده اللي هو بعدها دانيال ميرفي، باختصار شديد يأكد لنا الحالة اللي احنا عايشين فيها. السياحة في مصر تقريبا بتموت، تقريبا في الانعاش يعني بتموت. حاطين لها الجهاز بتاع التنفس الصناعي ده، اللي هو يا اما ها يا تقوم يا نشيل جهاز التنفس الصناعي ونقول ايه خلاص بقى قدر الله ما شاء فعل.
مشكلتنا في مصر في السياحة ان احنا عندنا اكتر من مشكلة، بس مشكلة زي السائح الانجليزي اللي جه مصر وبلغ كل انجليز ما تروحوش مصر، ده عيب من الناس اللي بيشتغلوا جوه السياحة نفسه. يعني احنا ما صدقنا ان في سائح موجود، مش مفروض ان احنا نطفشه، ومش مفروض ان احنا نستعمل معاه الطريقة بتاعت الطريقة اللي هي ايه، العشم الزيادة بتاع المصريين. انا هقولها عشم زيادة بس حقيقة الامر. طب الحكومة، الحكومة عاملة ايه في السياحة؟ ايه خطة الحكومة في السياحة؟ بدل ما نروح ناخد قروض من كل الدول اللي احنا بنسافرها، وبدل ما نبقى عارفين ان بعد سنتين ثلاثة القروض دي الفوائد بتاعتها تقريبا هتقسم كل مواطن مصري، ولغاية دلوقتي نسبة القروض اللي احنا واخدينها لكل مواطن مصري في 30,000 جنيه على عليه كده على ظهره شايلهم، لازم يسددهم علشان خاطر نحاول ان احنا نغطي القروض المتاخدة مننا لغاية دلوقتي. طب احنا عندنا حاجة اهم من كده، عندنا كنز، عندنا سياحة، عندنا كنز احنا مش عارفين نستغله ازاي. يعني احنا ليه بنبص على اللي في ايد غيرنا؟ طب ليه ما نبصش على الحاجة اللي عندنا ونستثمرها؟ واحنا ما عندناش يعني حاجة قليلة، مش عندنا تلت اثار العالم بالظبط، عندنا سياحة بتجيب اسرع حاجة تجيب عملة صعبة هي السياحه، اسرع حاجه. عندنا جو كده النهارده تجيب بكره الدولارات، وعندنا جو وعندنا شواطئ وعندنا اماكن. المشكله ان احنا اللي شايفينه على ارض الواقع غير اللي بتصرح بيه الحكومه. يعني وزاره السياحه مؤخرا رفعت زياده رسم مغادره السائحين والتأشيرات السياحيه. طب نيجي نقول واحنا دلوقتي بس السياحه حته صغيره هنا بتعاني وبتصار التأشيرات بالمثل. يعني لو هم الدولة مثلا أمريكا رفع التأشيرة بتاعتها، إحنا هنكون بالمثل هناك. يعني حسب التأشيرة، حسب بالمثل حسب البلد. لكن هم مغادرين يدفعوا فلوس ليه؟ 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 طب إحنا وإحنا خارجين من بره ما بندفعش فلوس. طبعا العاملين في شؤون السياحة أو في القطاع السياحة غضبوا جدا من اللي هم شايفينه على أرض الواقع واللي بيحصل من تصريح المسؤولين في وزارة السياحة. السؤال هو ما هو تقييم الوضع الحالي لمصر في السياحة؟ يعني في خطة استراتيجية ولا ما فيش؟ بيقولوا إن هيبقى في سياحة إيرانية. طب هل إيران يعني بالقوة اللي هي هتعمل لنا سياحة وتنشط السياحة؟ إحنا بيقولوا إن إحنا زايدين عن السنة اللي فاتت 4% عن بداية السنة اللي فاتت. طب يا ترى ده زياده في الدخل ولا زياده في عدد السياح ولا حاجه؟ ولا حاجه 5% ولا حاجه. وبعدين ايه موضوع الشركات الكبيره السياحيه اللي سابت مصر وراحت تشتغل دلوقتي ومتجهه الى تركيا والمغرب؟ طب ده معناه ان اللي احنا بنقوله ده مش سر. يعني اللي احنا بنقوله ده واضح جدا ان كلنا عارفينه، والبعض ابتدى يتجه للسياحه الاسرائيليه. اللي احنا عارفينه ده واللي احنا حاطينه دلوقتي واللي احنا بنتكلم فيه مع حضراتكم، هي الحكومه مش عارفه عنه حاجه، هي وزاره السياحه مش عارفه عنه حاجه. طب ايه خططكم اللي احنا بنقوله؟ لو احنا بنقول لحضراتكم دلوقتي معلومات، هل في خطط؟ هل في وسيله انقاذ سريعه نقدر بيها ندخل عمله صعبه لبلدنا؟ احنا ممكن نعمل حاجه كبيره جدا بالسياحه. السياحه ممكن تبقى مشروع قومي. السياحه هي بيسموها صناعه الامل والمستقبل بالزبط. يعني انت مش قادر تجيب السائح من بره وفي ظروف هم بيتشككوا من الامن في مصر. طب هي المغرب ما فيهاش مشاكل؟ طب ايه البلاد الاكثر اليونان ما فيهاش مشاكل؟ قبرص ما فيهاش في الماراثون. لا بس في الماراثون اللي كان شغال وكل الناس ما هي اتضربت. طب انا يعني الامن ده ايوه في الامن، بس لكن في نفس الوقت في بلاد مجاوره فيها عندهم مشاكل في الامن والسياحه ماشيه. احنا دي ده 138 من 140 دوله، يعني في ديل القائمه. احنا نزلنا في الامن، احنا نزلنا. يعني مش هي منظومه كلها. يعني عندك الامن. طب ليه ما يشجعوش السياحه الداخليه؟ لسه كنت هقول لك السياحه انواع. يعني احنا ما بنقدرش ندفع زي السايح. يعني انت النهارده فكري انك تطلعي شرم الشيخ ولا الغردقه وتاخدي عيلتك 2-3 ومعاكي، ما تقدريش لانهم رافعين سعر الاوض جدا للمصريين. مع ان انت لو انت دلوقتي اديتني سعر الاوضه دي بنفس السعر اللي انت حاطه للاجنبي اللي انت عامله بره، هتلاقي مصريين كتير جدا بيحبوا مصر جايين يقعدوا. طب انت ايه رايك بقى ان هم نزلوا فعلا الاسعار؟ يعني السعر اللي مكتوب عندنا النهارده ده 300 دولار في الاقامه الكامله، ده يمكن اسبوع و10 ايام، ده مش يوم. انا عارفه هم منزلين جدا وبرضه مفيش طلب. لا انت مش فاهمه كلامي، قصدت اقول ايه؟ ان لا لا يعني دولار دي هياخدوا 300 حاسبيني بيها انا كمواطن مصري. يعني خليني انا واخد عيلتي بال 300 دولار اروح اقعد 10 ايام كسياحه داخليه. عندنا مشكله كمان يا جماعه، حوادث الطرق. الموضوع يعني مش امن وامان. حوادث الطرق كتيره جدا، نسبتنا عاليه جدا في العالم، نمره 135. مصر تعتبر نمره 135 في حوادث الطرق. يا منى ما احنا كنا يا جماعه الكلام ده من انتوا. انا
ما انا هتجنن. الكلام ده كان موجود وبقالنا يعني اشمعنى ظهر دلوقتي؟ اشمعنى ظهر بس انا حلوم حلوم على وزاره السياحه مش كانت شغاله فريده. عندنا في المحافظات حاجات ممكن نجذب بيها كل واحد، حتى مثلا عندك في البحيره هم اكتشفوا حجر رشيد في البحيره، طب هو فين؟ عاملينه عاملينه الحجر في اللوفر وحاطينه وعاملين، واحنا المكان في البحيره ما تقدريش تروحي فيه، السواقي بتاعه الفيوم ما تقدريش تروحي فيها، الاهرامات يعني الاهرامات وابو الهول، يعني برضو وزاره السياحه لازم طبعاً تاخد بالها من النقط دي وتشجع السياحه الداخليه وتشجع المصريين ان هم يخشوا. وسياحتنا كانت شغاله من سنتين وكنا ابتدينا نعلى فيها، ايه اللي حصل؟ ايه لا محدش يجنني ويقول لي كل المشاكل دلوقتي ظهرت مره واحده، لا في حاجه غلط، في حاجه غلط السنتين اللي فاتوا دول، في حاجه غلط في الناس اللي ماسكين السياحه بيفكروا، في حاجه غلط في الدماغات، احنا عايزين نفهمها. تقييم الوضع على ارض الواقع والتقارير اللي بتطلع من الحكومه، في خلاف بين الواقع وتقارير الحكومه، ما هي خطه وزاره السياحه واستراتيجياتها لتحسين الوضع السياحي في مصر؟ وسؤالنا على الفيسبوك هيكون: هل تعتقد ان الحكومه الحاليه تمتلك خطه لانقاذ السياحه المصريه؟ نعم، لا، ربما. اعتقد ده يرجع للمتخصصين اللي هيزورونا النهارده. النهارده هيكون معانا اتنين من المتخصصين، والحقيقه ان احنا عايزين يبقى الحلقه بتاعتنا فيها مكشفه وصراحه مطلقه علشان نقدر نحط ايدنا. احنا عارفين انه في مشكله، لكن حللي المشكله خارج الصندوق. بالظبط، السايح ما بيجيش، اعمل ايه عشان ارفع السياحه واشغل ال 20 مليون عاطل اللي موجودين عندي والاسر كلها ازاي؟ لازم نفكر خارج الصندوق ونفكر ونشارك بعض. يعني هاخد مع منك حته خارج الصندوق وكلنا نعمله مشروع قومي، كلنا كمصريين اللي بيتفرجوا علينا عندكم افكار جديده ان احنا نقدر بيها نرجع السياحه لمصر. انت مصري وكلمنا، ابعتنا على ابعت لنا في اس ام اس 92237 اي حاجه نحاول بيها ان احنا ندي كل الافكار دي لعل وعسى اللي بيشاهدنا ان شاء الله السياحه ان شاء الله. بس انا عندي امل برضه، شوف بالرغم من كل ده بكره حلو ان شاء الله، بكره احلى. هيكون ضيوفنا في الفقره الرئيسيه وانقاذ السياحه المصريه استاذ شيرين يسري خبير سياحي واستاذ مدحت الشريف خبير اقتصادي، اهلا بيهم منورين. طبعا بعد كده هيكون الستات ما بيعرفوش يطبخوا مفيده ولا بعد كده عندنا الستات ما بيعرفوش يطبخوا وعاملين بقى النهارده ايه شيماء موفي. هي عندك في ورقه اللي تحت عاملين طاجن كبد وقوانيس. انا اتذكرت طاجن كبد وقوانيس بالجزر والكرفس، والصوره قدامنا اهي واحنا شايفينها. حلوه ده. بعد يبقى نطلع الفاصل يا منى ونرجع بعد الفاصل، نطلع الفاصل ومع فقرتنا الرئيسيه انقاذ السياحه في مصر. وسؤالنا على الفيسبوك: هل تعتقد ان الحكومه الحاليه تمتلك خطه لانقاذ السياحه المصريه؟ نعم، لا، ربما. بعد الفاصل نلتقي بضيوفنا ان شاء الله. حول الوضع الحالي للسياحة المصرية على أرض الواقع هيكون حوارنا مع ضيوفنا الخبير السياحي أستاذ شيرين يسري، أهلا بحضرتك. أهلا بك. والخبير الاقتصادي أستاذ مدحت الشريف، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. الحقيقة احنا عندنا محورين عايزين نركز الحوار بتاعنا في نقطتين. النقطة الأولانية إن احنا نقيم الوضع السياحي في مصر، النقطة الثانية إزاي نعمل بدائل وحلول. لو قلت بمنتهى الصراحة حضرتك خبير سياحي، انت راضي عن الوضع السياحي في مصر؟ في الوضع الحالي لا طبعا. لكن اقدر اقول لحضرتك ان الـ 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 زي ما حضرتك قلت الامل او الوضع الحقيقي مصر في احسن وضع انها تبتدي تروج نفسها كانها لم تقوم يعني تاني. ده السياحه عباره عن تبتدي من جديد، يعني من الصفر. تبتدي من الصفر، لانه حضرتك المشاكل، في مشاكل تحل وفي مشاكل لا تحل. لكن لو خدنا الوضع الحالي، انا عايش في يعني كنت عايش بره دلوقتي في الغردقه او في سهل حشيش، عايز اقول لحضرتك انه في كل يوم 100 طياره بينزلوا، ولو طلعنا بالكاميرات على الغردقه هتلاقي 100,000 سايح بعائلتهم من المانيا من روسيا. فالمشكله الاساسيه في رايي انا الحاليه هي الاعلام، ومش كل الاعلام، لكن الاعلام بيركز على الحاجات
النيجاتيف. حضرتك جبتي الجواب بتاع السائح البريطاني، ده حاجه مرفوضه تماما، لكن انا اؤكد لك ان في مليون جواب في لوكندات مصر من ملايين السياحه اللي جم في عيد جوازهم واحتفلوا بيشكروا بيقولوا مصر الساحره. فطبعا انا وافقت اجي طبعا سي بي سي لان لها مصداقيه، وزي ما حضرتك قلتي لو هي الحلقه دي عشان نحن نفيد البلد، الحلول موجوده مش كلها هتبقى سهله، اساس الاعلام، الشعب المصري يعرف ان عنده كنز قارون، دبي، دوحه، تركيا، كل بلاد لا يمتلكه 1% من اللي موجود في مصر. فانا بيتهيألي ان من كتر الكنوز اللي عندنا مش عارفين نعمل بيها ايه. وزاره السياحه مسؤوله مسؤوليه كامله عن السياحه، ولكن لها حدود انها في شهور او في ايام تعمل حلول. لازم القطاع الخاص، نفصل السياحة عن السياسة. السياحة كام في لوكندا اتبنت؟ ازاي يبقى في اللوكندات السبع نجوم دي اتبنت؟ عشان في دراسة جدوى، وطبعا الأستاذ الخبير هيؤكد لك ده، ان الناس دي جابت فلوسها ومستثمرين عرب، وكتر خيرهم انهم بيستثمروا في بلدنا. طبعا. قطر لما قالت أأجر الهرم ب 600 مليار مثلا، انا برضو عشان عايش بره يعني. يعني ايه قطر يا حضرتك مع ان قطر لا أأجر الهرم ب 600 مليار ب 600 الف مليون؟ لا ولا مليش، لكن كخبير لازم افكر هم قالوا كده ليه؟ عشان المكاسب اللي هتيجي من ورا. يبقى انا بقى اخد المكاسب دي. ما هي نظريه المؤامره اللي هي مش موجوده في رايي، ولكن حصلت اوريدي. ان البلاد العربيه دي من 15 سنه كنا كلنا هنا في مصر، وكانوا السياحه العربيه بتجيلنا، وحضرتك يعني كانوا بيقعدوا في جامع الدول العربيه في الجنينه، ودلوقتي لقوا ان السياحه بتعمل فلوس، دلوقتي بنوا بلادهم. لكن بلا اي، انا عشت في دبي وكنت لسه جاي من الدوحه، وكنت المفروض استقر في فندم. كان في مؤتمر قريب في دبي سياحي، وانا شفت اعلانات السعوديه عامله جناح وقطر عامله بقالهم سنين. لكن عايز اقول هو بيقول البلاد العربيه، البلاد العربيه النهارده بتاخد جذب سياحي جامد جدا. مش جذب سياحي، يكفي ان هم نفسهم بيجي خلاص، هم قعدوا في بلدهم، هم كانوا مصدر السياحه لينا. يعني فاحنا لازم نفصل ما بين الحته بتاعه الوطنيه والشهامه والمؤامرات والسياسه والسياحه. السياحه عباره عن انترتينمنت، يعني رفاهيه. خلينا نربط الكلام اللي حضرتك بتقوله مع استاذ مدحت، يعني نسمع اربط لنا السياحه. ترجموا فلوس. ترجمولي فلوس. ترجموا فلوس. عمالين احنا كاعلاميين عمالين نقول ان نقدر ندخل من السياحة العملة الاجنبية اللي تقدر ان هي تنقذ مصر. بس احنا بصراحة واحنا بنقول الكلمتين دول انا اراهن ان احنا مش فاهمين ازاي. وايه ايه قوة اللي احنا بنقوله. فحضرتك تقدر تفهمنا اكتر. طيب تسمحي لي حضرتك، بس هنبص على المنظور اكبر شوية على مستوى سياسة الدولة. السياحة بصفة عامة في اي دولة من دول العالم ما هي الا نتاج لبرامج تنموية موجودة داخل هذه الدولة. بمعنى ان السياحة خدمة اولا واخيرا. انا ببيع خدمة، صحيح عندي مقاومات سياحية هايلة، ولكن في النهاية انا ببيع خدمة. الخدمة لو تم تأديتها على الوجه الاكمل الاعداد بتزيد. حضرتك بتخش مطعم بتلاقي خدمة مميزة داخل هذا المطعم، بتروح حضرتك بتروحيه مرة واثنين وثلاثة، ممكن يبقى في طريق مصر اسكندرية الصحراوي مثلا وتروحيه 100 كيلو وتوصل لغايه هناك، وبرغم المشاكل والطريق و لكن هتروحي لغايه هناك لان انت لقيتي خدمه مميزه في هذا المكان. الشكل العام انا زي ما بقول وبكررها تاني، ان السياحه ما هي الا نتاج لتنميه واقع على واقع الفعلي للارض داخل هذه الدوله. بمعنى ان ما ينفعش اتكلم عن السياحه كوزاره سياحه فقط لا غير. يجب ان نتحدث عن جميع الهيئات والوزارات والاجهزه والقطاع الخاص الموجود في هذه الدوله عشان يتكلم ازاي وصلنا في الاخر ان اقدر اعمل تنميه سياحيه او ازود اعداد السائحين. يمكن حضراتكم تفضلتوا في المقدمه وسمعت طبعا كلام محترم قوي ان السياحه اسرع حاجه ممكن تحقق لك عائد. انت علشان تبني مصنع او عشان تقول محور قناه السويس عايز تبني مصانع قدامها 10 سنين، قدامها 5 سنين، وعلشان تنتج وتبتدي تحقق العائد بتاعها قدامها 3 سنين. احنا بنتكلم في 10 و15 و12 سنه. انما احنا ممكن نتكلم في السيزون اللي جاي في السياحه. كمان 6 شهور انا ممكن احقق عائد مليارات كذا. لو كان السياحة بتحقق لي عائد سنوي من 10 ل 12 مليار بفرض بالدولار على فكرة مش بالجنيه، وانها بتحقق لي حوالي 19.6% من حصيلة العملات الحرة اللي موجودة داخل هذه الدولة.
اللي احنا بنقول احنا ما عندناش احتياطي نقدي موجود في البنك المركزي حاليا، احنا محتاجين احتياطي النقدي، وهي بتحتل دايما المركز الثاني بعد تحويلات المصريين في الخارج. طيب عشان ما اخشش في احصائيات ممكن تكون مزعجه، انا زي ما قلت لحضرتك ان السياحه خدمه بتبدا في البدايه بالترويج والترويج خارج يعني. طبعا عشان طبعًا لازم نقسم برضه سياحه داخليه وخارجيه، وحضراتكم تفضلتوا واشرتوا لده في البدايه، ودي نقطه قوه لازم يعني نرجع لها في الاخر. فببتدي في البدايه بالسياحه الخارجيه، ان بتبدا بالترويج، وبعد الترويج في عمليه نقل عشان اوصله عندي هنا مصر، دي كلها عمليات. وبعد ما بوصل مصر في مجموعه من الخدمات اللي بتقدم لي طبقا للغرض من السياحه. ممكن يبقى غرض السياحه ترفيهي، ممكن يبقى سياحه مؤتمرات، ممكن تبقى سياحه تسوق، ممكن ثقافيه، حاجات كتير قوي انواع كلنا عارفينها، وتعليميه وخلافه، كلنا عارفين ايه انواع السياحه، حتى مراكز الغوص هنا. فاحنا بنتكلم ان بعد ما بيوصل مصر في مجموعه من الخدمات بتقدم ليه هنا، سواء في الفندقه، سواء في النقل، سواء في المشتريات وما الى هذا. ثم بعد ما بخلص عمليه الخدمه اللي بتقدم له هنا، نقل مره اخرى بترجعه لبلده مره اخرى. اسمح لي بقى ان انا هقف عند نقطه النقل. اولا السياحه هي مهنه بتنعش جنبها 72 مهنه. تمام. 72 حد ممكن يستفيد من السياحه. لو قلت لحضرتك النقل، طب ما انت رابطين الدنيا كلها على مصر للطيران، وده مش اعلان لانه دي الشركه الوطنيه، طب ما تفتح شويه. ما دي حلول جديده بتقول حلول. انا اللي هقوله بقى دلوقتي، ما قبل ما نوصل، اسمحوا لنا قبل ما نوصل للحلول اسمع راي استاذ شيرين. وحضرتك عشت في المانيا سنين ودرست التسويق وكده، هي المشكله فين؟ يعني العاملين في السياحه بيشتكوا ان مفيش الحكومه، مفيش مشكله في تنسيق، مشكله في التنسيق. وزي ما السيد الاستاذ اتفضل قال، الترويج هو الاساسي. شركه في الاقتصاد القديم كانت مبنيه على ان حضرتك تروحي معارض في الاي تي بي او المعارض الكبيره، تاخدي لوكنداتك، تقعدي مع اللي هم التور اوبريتورز اللي هم اللي بيبيعوا لك الاوض. في العصر القديم كان عباره عن بيحطوا لك، هم بيعملوا الباكجز بيحطوها في كتالوجات، والكتالوجات دي بتعمم يعني الزبون بصراحه او الجست بينزل في تركيا على شركه سياحه، بيقعد مع بنت ما سافرتش اساسا بره تركيا، يقول لها انا اروح فين؟ تقول له هنا في مغرب، هنا في دبي، هنا في مصر. ده الوضع كان القديم. النهارده حضرتك عندك تكنولوجيا اسمها سوشيال ميديا والانترنت والتواصل، فبتقدري توصلي للبليون نسمه دلوقتي. يعني انا الحلول موجوده، واحنا اوريدي شغالين. انا قابلت سياده الوزير وعرضت عليه فكره محدده، انه لازم البراند بتاع ايجيبت ده ينسى التفاصيل ويعمل له ريلونش، وكل ال 72 صناعه لازم يشاركوا باللي هم بيعملوه، وهي خدمه، ولازم الخدمه تبقى على اعلى مستوى. عندنا كفاءات. ملخص الحدوته انه المشكله الاساسيه في كلنا، ما اقدرش انا ارمي كل الصناعه دي. انت عايز تقولي نعمل مشروع قومي، نخلي هو اتعمل خلاص قومي للمصريين، اسمحوا لنا اتعمل وكل اللي انا عرضت عليهم المشروع مشاركين. طب عايزين نتكلم في التفاصيل، ممكن نتكلم في التفاصيل. مش هنطلع لفاصل، هم من بدري بيقولوا لنا عايزين نطلع لفاصل، فاستسمحوا نطلع لفاصل ونواصل الحوار ده عن السياحه ما بين الازمه والحل بعد الفاصل. رجعنا نناقش موضوعنا عن أزمة السياحة وحلولها، والناس على الفيسبوك الحقيقة تعليقات كتير قوي، اللي بيقولوا اعملوا رحلات واعملوا حفلات، والناس بتقول احنا عايزين نشارك معاكم في حلول، بس قولوا لنا نعمل ايه عشان احنا كمجتمع نساهم في حل الأزمة. نيان من الجزائر بتقول انا بحب مصر قوي، ارجوكم ساعدونا ان احنا نيجي مصر، واحنا بنحبها وبنعشقها. فبنشكرك نيان جدا يعني. استاذ شيرين، استاذ شيرين يوسف الخبير السياحي، كان عن حلول بالفعل قدمتها لسيادة وزير السياحة. مظبوط. انا قابلت سياده الوزير وعرضت عليه فكره انه الاهم حاجه الترويج الايجابي واستغلال كل الوسائل زي ما بيعملوا في دبي وفي قطر، وهم وهي دي السياحه العالميه. حضرتك لما تجيبي ناس عالميين، واحد مثل زي جورج كلوني، وتعملي اسبوع جورج كلوني، وان شاء الله ياخد فلوس، مش هي دي المشكله، لانه في بيزنس بلان السياحه تساوي قد ايه وبتصرفي عليها تسويق قد ايه، وتعملي باكجز وهو اللي يجي، جميع اعلام العالم هيجيلك ببلاش.
ما ينفعش انك تعملي اعلانات ب 30 40 مليون على السي ان ان وتقولي وتحطي سمك وميه وهرم وبعديها يطلع خبر بصوره التحرير فالاجنبي مزغلل. حته الامن برضو عايز اقول بخبرتي وعايش في المانيا، الالمان ما بيخافوش، دول دخلوا ثلاث حروب عالميه لكن ما عندهمش حاجه يشتروها. حضرتك عايزه تبيعي بضاعه، مش ممكن شرطه الهرم والاقصر واسوان، مصر لا تقارن، وانا لا اقبل كمصري ان انا اتقارن بدبي والدوحه اللي ما عندهمش، مع احترامي ليهم، دول بنوا ابراج تكييف شوبينج مول درجه حراره 60 ما خدوش اي سياحه. انت حضرتك اللي ما بتعرضيش على السائح الاجنبي بلاد نرويج السويد فنلندا اللي بيموتوا من السقعه. انا كنت قاعد في ديسمبر في فندق في الدور ال 32 الجو خرافه. يعني ايه ما عندهمش حاجه يشتروها يا استاذ شريد؟ يعني البضاعه عندنا مش متقدمه، مش متباكج على القرن ال 21. النهارده حضرتك كل واحد فاكر ان السائح ده هيجي بقى من بلده وينزل بقى اللوبي ويدور بقى يروح الهرم النهارده ولا يروح، كل حاجه تبقى مترتبه والفنادق مسؤوله وشركات السياحه مسؤوله. وحته النقطه اللي حضرتك قلتيها بتاعت الباكج ابو 300 دولار وليه ليه السائح الاجنبي بيدفع اقل من المصري، سبب بسيط انه في عقود منضيه مع شركات بتشتري منك اللي هي كنزك يعني، يعني بالعربي يشتروا كنزي انا ويبيعوه. لما انا عرضت على سياده الوزير وافقني في الراي، قال طبعا الموضوع ده مش سهل انك تيجي تقولي للتور اوبريتور شكرا، لكن نقدر تدريجيا نعمل باكيجز عشان هو مشروعنا اسمه ايجيبت ان ستايل، احنا عندنا كل المقومات. قلت له الباكيجز تبقى سهله، انا اجي على الجو هرم نيل وفي اللوكاندا ايفنت لطيف ثلاث ايام، يعني ما خدهمش بقى خان الخليلي واخد ريسك الامني، وبعدين ما حملش برضو الامن، الامن يعني حضرتك بس هو برضو السايح جاي للفرجة مش جاي بس عشان يعمل ايفنت في اوتيل. لا حضرتك عندك نوعين من السياحة، سائح بتاع الثقافة ده او بتاع الدايفنج او بتاع ده هيروح، ده خبير، ده هيروح مكان هيدرس، هو رايح فيه. لا انا بتكلم على البليون ساذج اللي اذا بقول لحضرتك يفتح كتالوج يلاقي سوري واحده ببيكيني وشمسيه يروح ما يلاقيش حاجه خالص. احنا مش محتاجين ده، انت عندك احلى فنادق، يكفي منطقه زي سهل حشيش في مصر بفندق مبني من مهندس مصري ما اعرفش حد سمع عنه ولا، اسمه سيتادل ازور، ما فيش زيه في العالم. يعني مبني من حجر البحر، حد صوره، حد بيسوقه، هو يسوق لنفسه لما شغال، معلش بس هو مليان، هو بس برضه لما رحت لهم وافقوا على حته تغيير السائح بقى رخيص من للسائح النظيف. طيب ايفنتس عالميه، خلينا بقى نقف عند النقطه دي ونرجع تاني للاستاذ مدحت. استاذ مدحت حضرتك قلت انه السياحه هي خدمه بتتركز في اربع نقاط، النقل والترويج والنقل والخدمه والنقل تاني، في معوقات في الأربعة دول، إزاي أحط حلول سريعة للحل بتاع أربع نقاط؟ المشكلة اللي فيها وحلها إزاي؟ طيب نخش على أهم نقطة وأكبر مشكلة فيها هي النقل. دي رقم واحد. زي ما أنا قلت في الأول، أيا كان السياحة مش خدمة بتقدمها وزارة السياحة فقط لا غير، دي جميع أجهزة الدولة. يعني أنا حتى بستشهد بمقولة للسيد وزير السياحة وهو كان في ملتقى السوق العربي في دبي، وكان بيتكلم بيقول إنه بيشيد بالحكم السياحي والحجم السياحي الضخم اللي كان موجود في دبي، وكان جاي نتيجة تضافر جميع الهيئات والأجهزة داخل هذه الدولة إنها في الإمارات العربية المتحدة إنها تقدر تجتذب السائحين. النقل عندنا مشكلة كبيرة جدا، النقل الجوي تحديدا عندنا مشكلة كبيرة جدا. النقل الجوي كان في وقت من الأوقات الطيران المدني كان بيتبع وزير السياحة والطيران، وفي مصر فضلت عشرات السنين بهذا الشكل لغاية 2002 أما السيد الرئيس الراحل عمل وزارة الطيران وعين الفريق أحمد شفيق وزيرا للطيران. دي إنما كل الفترة اللي قبل كده كان بيبقى وزير السياحة والطيران. مشكلة إن المنظومة كل جهة منهم بتتكلم من وجهة نظرها لتحقيق الأرباح لنفسها اللي تخصهم، ودي بالظبط، ودي مشكله لانه في الاخر ما بيبصش للديستنيشن او الهدف الرئيسي ليه، ان هذه مصر. الدوله يجب ان تحقق عائد اقتصادي معين لمصر، بصرف لمصر بالكامل بصرف النظر عن النقل الجوي او السياحه لوحدها، لكن في النهايه احنا بنتكلم على عائد لهذه الدوله. فما كانوا الاثنين في منظومه واحده كانت كان الموضوع عندهم القدره انه يحطوا السياسات برئيس واحد يحط هذا الفكر. كان حصل في حكومه السيد الدكتور هشام قنديل ان هو قال احنا هنعمل لجنه وزاريه للسياحه
واتحط حوالي 11 وزارة، وطبعا الموضوع يعني ما فيش قرارات وما فيش كده، صعب جدا 11 وزارة يعني 11 رئيس بالظبط كده حضرتك، وكل وكل يبحث عن مصلحة وزارته بالزبط. واسمه علشان يظل في هذا الكرسي، فكده الموضوع مش ماشي صح. انا بلاقي ان مصاريف النقل اللي انا بدفعها على الشركات الوطنية عندي مبالغها عالية جدا جدا بالمقارنة بالشركات الأجنبية، بلاقي ان في طيران شارتر موجود، هو عمل شركه صغيره برضه مش عارف هنذكر ولا مذكرش، بس دي شركه وطنيه، شركه صغيره بتقوم برحلات الشارتر ولكنها لا زالت غير موفقه لان ارباحها عاليه حتى الان ومصاريفها عاليه، فبالتالي لا هي شركه وطنيه تتبع شركه مصر للطيران، ولكن لا زالت حتى وقتنا الحالي اسعارها عاليه جدا. هو في الاخر بيدور على كفاءه واقتصاديه التشغيل، ما بيبصش على المدى البعيد، زي ما بقول لحضرتك ان انا بقول برنامج تنموي، انا يهمني ان انا اكتسب مثلا بفرض ان انا عايز في مصر كل سنه 10 مليون سايح، عايز 15 مليون سايح، زي ما احنا بنقول 14 مليون كان الهدف المفروض في 2012. فانا بحقق ده ازاي؟ عن طريق ان بستخدمه بالطيران، فلازم الشركه الوطنيه بتاعتي يبقى شريك اساسي في موضوع ده السياحه، اساسي، علشان كده ما ينفعش ده منفصل لانه هيفكر في كفاءه التشغيل والجدوى الاقتصاديه بتاعته منفصلا، مش هيفكر في ان السائح اللي هيجي ده هيدفع مبالغ ويحقق ارباح لمصر 10 اضعاف قيمه التذكره. لكن لو دخلت جوه المنظومه السياحيه هيدخل في الخدمه، بس النقل بقى، ما انا هوضح لحضرتك نقطه ثانيه مهمه قوي في النقل كمان. الحاجه الثانيه، احنا عندنا مشاكل امنيه وبيتقال بره، في مشاكل امنيه، في مشاكل امنيه في العالم كله، انا ما اختلفتش في العالم كله في هذه المشاكل. انا لما باجي احل هنا عن طريق النقل الداخلي واخلي فيه شركات طيران بتنقل من شرم الشيخ لاسوان، بتنقل من شرم الشيخ للغردقه، بتنقل الاماكن السياحيه المختلفه بطيران داخلي، زي ما بيحصل احنا بنكون مسافرين، كان مثلا الولايات المتحده الامريكيه بنسافر بنعمل حاجه اسمها فوزا، بندفع $200 زياده على التذكره، بيعمل لي 3 4 ليجز في 3 4 اماكن، بيسمح لك ساعتها انك تتنقلي في اكتر من حته وبتصرفي اكتر وبتدفعي اكتر، فبالتالي هو مستفيد والسائح مستفيد والدوله في الاخر العائد بتاعها بتستفيد. اذا ليه انا ما بفكرش بالظبط؟ لان هو في الجو ما عندوش مشكله خالص، فاذا الموضوع ده سهل جدا ان اقدر اديره بهذا الشكل. طيب الجزء بقى الخاص بالامن هنا داخل مصر، الامن منظومه عامه، انا ما بتكلمش دلوقتي على خط حدود دوليه، ولا انا بتكلم في حوالي من 8 ل 10 اماكن رئيسيه في مصر هي عناصر جذب للسائحين. امنهم. ايه المشكله بالظبط ان انا امنهم؟ وانا لازم بس اامن الوزارات او الجامعات او الاحزاب السياسيه؟ ما انا عندي، انا كل اللي انا عايزه زي ما كنا بنقول برضو قبل كده، قلتها اكتر من مره، قبل ما نفكر اوت اوف ذا بوكس بره الصندوق افكر اللي جوه الصندوق. انا عندي شرطه سياحه موجوده وعندي عناصر امنيه موجوده، والعناصر دي كل شغلها انها تقوم بتامين الاماكن السياحيه والمزارات السياحيه واماكن تواجد السياح. امنهم 100 100، امنهم بدرجه كافيه جدا، وارفع كفاءتهم وادفع عليهم فلوس. انا اللي هدفعه عليهم لو دفعت انا في كل محافظه 1 مليون جنيه في الشهر، 2 مليون جنيه زياده، انا هاخد مقابلهم بال 100 مليون وال 200 مليون. صح معايا بقى؟ انت بتقول لو دفعت في كل محافظه، مين اللي هيدفع للمحافظ؟ هنرجع تاني للحكومه ولا الشركات الخاصه بالسياحه؟ احنا ما بنتكلمش خالص في مين اللي هيدفع للمحافظ. الموضوع ده وزارة الداخلية هي تدفع لنفسها، تدفع فلوس ازاي؟ ما هي عندها حاجات كتيرة، ما لازم الشركات السياحية والقطاع الخاص يساعد مع القطاع العام. انا اوضح في جزء زي ما قلت لحضرتك، جانب حكومي وجانب القطاع الخاص بيقدر يساهم فيه، وغرفة السياحة تقدر تتدخل مع شركات السياحة وتدعم بنسبة معينة. في مقابل ايه؟ في مقابل انه ما يلاقيش شحات او متسول بيروح له، ما يلاقيش حد بيتحرش بيه السائح نفسه، يلاقي ان الشوارع نظيفه وما فيهاش مشاكل، ما يلاقيش حد بيتردد في هذه الشوارع وبيحاول يسرقه، الكلام ده مشاكل الامنيه. اذا هو اجتماع مع غرفه السياحه احنا نقدر نعمل ايه كمان؟ بس ولا باراده سياسيه من الدوله. نقطه بقى اهم من كل هذا، يجب ان اعلن للعالم باراده سياسيه واضحه ان مصر بتشجع السياحه، وليس هناك اي دافع ديني يقول للسياح انكم ما تجوش مصر، ولا ان هعمل عليهم حاجه، لان الرساله دي لازم تبقى واضحه للعالم. لازم نبقى موضحين ان ما فيش مشكله واضحه عندك في مصر في ان احنا كشعب مصري بنرحب بالسائح الاجنبي ونقول له اتفضل واحنا سعداء بوجودك معانا. طب والله الموضوع لو الرئيس وهو راجع سؤال. من اي سفريه من سفرياته، بدل ما ينزل في مطار القاهره ينزل في شرم الشيخ، في الغردقه، في سهل حشيش، في برج العرب،
هتبصي تلاقي انه دوت خلاص دي رساله وصلت للعالم. في حاجات تانية وصلت. كتير زي ما اقول استشارين اعلام والسينما والمسلسلات كل ده هنتكلم فيه بعد الفاصل. نتكلم عن السياحه في مصر وبين الازمه والحل. احنا بنتكلم في حلول دلوقتي بعد الفاصل، وفي تليفونات كتير انا عارفه هناخدها بعد الفاصل على طول. اسفين للتاخير، شكرا لحضرتك. رجعنا تاني بعد الفاصل واصل حوارنا عن السياحة وحلول لأزمة السياحة، ونبتدي بتليفون حقيقة كان فيه تليفونات كتير بس يعني اتأخرنا عليهم. معانا جيهان. مساء الخير يا جيهان. مساء النور. اتفضلي حضرتك. استاذة مفيدة معاكي. انا بحييكم جميعا وخاصة المواضيع اللي انتوا بتختاروها يعني شيء مشرف، وانا بحيي الضيفين الكريمين. وعايزة اختصر بس ارجوكي تسمعيني لان انا هقول لك تجربتين تفتكوا في اللي انتوا بتقولوه. اوكي بس حضرتك علي صوتك شويه. اتفضلي. اولا انا بقول لحضرتك هي مشكلتنا ان احنا دايما بنفتكر ان احنا لما نخطط ونتكلم ونسوق بره وخبراء ونتكلم، انا بعتبر ان كل دي جهود بتذهب هباء، لان حضرتك لو تعرفي اساسا المشكله بتبتدي من الصفر. يعني ايه؟ يعني ان انا عندي كل ما ببذله من مجهود بيسوء ما في القاع. يعني ايه؟ من تجربتين حصلت لي، انا استحط معايا اجانب كنت مستضيفاهم وكنت واخداهم اهم موقع في القاهرة هو الاهرامات، وكنت نظرا للجو فقلت احسن حاجة استضيفهم في الاوتيل اللي هو قريب من الاهرامات ويروا الاهرامات بحجمه الطبيعي وهو المينا هاوس اوف روي علشان يشوفوا هذا الموقع الخلاب. حضرتك عارفه ان في مطلع بيخليكي بتخشي هذا الاوتيل وفي نفس الوقت بيقودك الى الاهرامات. في اهم من هذه المنطقه تمام. سريعا استاذنك سريعا سريعا عشان احنا عندنا هذا المطلع فوجئنا بخبطة غير طبيعية في العربية لدرجة ان انا تخيلت ان ابني داس على واحد، وفوجئنا بخمس شباب مش هكلمك على شكلهم ولا لبسهم ولا منظرهم، خبط على الازاز وعلى العربية بقوة ارعبت السياح اللي كانوا معانا، نكدوا علينا دخلتنا، تساءلنا ماذا حدث. طبعا هم معناها تعالوا احنا عايزينكم بالعافيه للحصينه وللحاجات اللي هم بيعملوها في الاهرامات. تمام. طبعا تساءلنا من ساعه ما دخلنا الاوتيل، قالوا لنا ان ده تصرف بيحدث دائما لكل من هو ذاهب لهذا الاوتيل. احنا بنشكر حضرتك استاذه جيهان، ميرسي جدا على المداخله. بعد كده معنا تليفون تاني. معنا محمود. اتفضل معايا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. استاذنكم في دقيقه ونص. اتفضل. من اهم المواضيع واخطرها على مصر النهارده السياحه، واهمها لامور كتيره جدا، فرص العمل، العمله الصعبه وخلافه وخلافه. طيب هل يجوز يا دكتور، طبعا حضرتك تطرقت لمساله الامن وغيره وغيره، انا برؤيه العين لما يكون في جروب من 50 اتوبيس ماشيين في النص عربيتين شرطه وفي الاول في المقدمه، طب يعني هل طب مش الاجدى ان يكون شركات السياحه مقدمه ميكروباص محترمه ويكون هم دول اللي راكبينها عربي ضباط الشرطه مداح مش الزي الميري، لان ده حتى كان بيكون ليه صدى او رد نفسي عند السائح سيء جدا. تمام. القطاع الخاص لازم يشترك. انا ركبت القطر مع سياح، طبعا حصل مواقف كتير، تفاجئ ان اللي هم موجودين في غرف في غرف النوم في عربيه واحده او عربيتين في القطر، وبالتالي باقي القطار كله درجه ثانيه. من أسوأ ما يمكن، من أسوأ ما يمكن. نشكر حضرتك أستاذ محمود. مرسي جدا. لحظة يا فندم، في عجالة بعد إذنك. بشكر حضرتك أستاذ محمود. ناخد أستاذ أسامة. أهلا أستاذ أسامة، اتفضل. أستاذ أسامة؟ ألو. مش أسامة، دي مش أسامة. سهير. سهير. ألو. أهلا يا سهير، اتفضلي. إزيك يا مفيدة؟ الحمد لله. وحشيني كلكم بصراحة. خشي على طول في الموضوع يا أستاذ. قولي يا حبيبتي. طيب حضرتك موضوع الأمن دلوقتي في مصر مفيش أمن خالص. حتى السياحه حتى ضباط الشرطه بيتطاولوا دلوقتي على المصريين، مش هقول لك الاجانب يعني. يعني انا حصل لي موقف يوم شم النسيم، الضابط
انا سايقه العربيه وكده، فالضابط قعد يزعق وانتم ما بتعرفوش تسوقوا. يعني انا كنت بجري لان والدتي كانت تعبانه. وما انت كنت بتجري يعني وزعلانه يا سهير، يعني يعمل لك ايه الضابط؟ يعني المشكله ان هو نزل فتح لي الباب. وانا بقول له طب انا والدتي تعبانه عايزه انزل الحقها وكده. فراح سدني من ايدي وقال انا هاخدك مخالفه وكده. وطبعا كان في سياح كتير. سهير احنا بنشكرك يا حبيبتي، يعني معلش بس هو طبعا الموضوع بتاع السياحه بس عشان ناخد اكبر كام تليفونات. في تليفون تاني ندخل حضرتك استاذ مدحت، كنت بتتكلم على الحلول للنقل والخدمات. احنا بنقول انه القطاع الخاص لازم يخش بكل ثقه ليه، والناس اللي بتشتغل وفاتحه بيوت وعندها شركات سياحه كبيره جدا لابد ان هي تطلع شويه، ما تقفش تتفرج على الدنيا ماشيه على فين عشان تطلع القرشين اللي معاها. ليه حضرتك يعني احنا في الفاصل كنا بنتكلم انه احدى البلاد استطاعت ان هي تشتري بعض الطيارات الخاصه وبدات تنقل السياح تحت اسم الشركات او اسم بلدهم يعني، وانا مش عايزه اقول الاسماء اكتر من كده. طب ليه احنا ما نعملش كده؟ ليه شركات السياحه الكبيره اللي موجوده عندنا وكسبت ملايين ومليارات من الفتره السابقه كلها، مين الاوتيلات اللي هي عندها ومعاهم فلوس؟ مش ما معاهمش، بس اللي حاصل انه الدنيا كلها واقفه بتتفرج على بعض وانا مالي وسايبين مصر تغرق. طب انت ما نساعد كل واحد يحط ايد ويساعد عشان الشيله تتشال وتقف مره ثانيه. طيب هو سريعا الجزء الخاص بعمليه النقل زي ما قلنا في جزء اللي هو طيران الشارتر. طيران الشارتر ده تقريبا نقدر نقول المفتاح الرئيسي للسياحه دلوقتي في منطقه الشرق الاوسط بصفه عامه عشان نبقى واضحين. فالشركات اللي احنا بنتكلم عليها الشركات التركيه قدرت تعمل نجاح هايل في هذا الموضوع، كونت مجموعه من الشركات وعملوا كونسورتيوم معين او اتحاد معين ليهم وابتدوا ينتقلوا في اماكن الاسواق الواعده والاسواق التقليديه للسياحه في دول العالم مختلفه جنوب شرق اسيا وخلافه بدرجه كبيره جدا، بقت بتستحوذ على اكبر عدد ممكن من السائحين بيروح على تركيا، لانه هي بتعمل عمليه بيع التذاكر بتاعتها، بتعمل عمليه ترويج سياحي لدولتها، وده اللي احنا لازلنا محتاجينه في مصر الطيران، لان الدور ده تقريبا انعدم بقى في مصر الطيران انه يروج سياحيا كمان. لا انت بتخش بس بيبيعوا لك تذاكر، ما يبقى في حد موجود وتروح فين وتروح اي نوع من الانشطه ولا في حتى من نوع من المسؤوليه الاجتماعيه خارج مصر في محطاتها الضخمه اللي موجوده على مستوى العالم. اللي يخلي وزير السياحه وهو في ملتقى السوق العربي للسياحه هناك انه يلتقي بالشركات الاماراتيه بدون ما تذكر اسماء علشان ينسق معاها ويمضي معاها اتفاقيات ان هي تجلب السياحه بتاعتها من الدول بتاعتها. يعني هو هيفتح النقل، هو ده هو بيجلب، بيحاول ان هو ياخد من عندهم موافقات انه يجلبوا السياحه بصوره مباشره على مصر. لكن اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده بقى اسمه سوق او قانون او اتفاقيه السماوات المفتوحه اللي هو يفتح النقل. دي موضوع هيبقى كبير قوي لو اتكلمنا فيه هياخد وقت طويل قوي، ولكن انا بتكلم ان الشق ده موجود واحنا بنعاني دلوقتي ان تركيا هيمنت على سوق الشارتر في منطقه الشرق الاوسط. احنا كان عندنا شركات بتمتلك طيارات ولا زال عندنا شركات بتمتلك طيارات صغيره وبتنقل السائحين. الشركات دي قطاع خاص عندها مشكله حاليا، عندها مشكله في السياحه وانخفاض اعدادها، فعندها مشكله اقتصاديه. انا كدوله لازم ندور ازاي اقدر ادعمه، ازاي اقدر ادعمه مش اموته اكتر لصالح الشركه الوطنيه، لازم اشد بايده مش ما موتوش لصالح الشركه الوطنيه، ده انا ادعمه ووقفه وافتح له السكه ان يعمل له محطات خارجيه ليه في الدول اللي انا بدور على ناس تانية. وده كان على فكره ده مش شغلانه وزير السياحه، وزير السياحه ما بيحاولش يتكلم عن بره حدود وزارته، بيتكلم عن دي شغلانه مين؟ لان هو المفروض رئيس مجلس الوزراء بيدي الاتجاه لهذا الموضوع. لا لازم تتعرض عليه المشاكل ويقول ويدي تكليفات للوزارات انها تفكر في الاخر ان الهدف الرئيسي مصلحه مصر، مش مصلحه وزاره ولا هيئه ولا شركه. مفيش تعارض في المصالح بين الهيئه اصدر تصريحين اثنين مثلا ولا حاجه النهارده قالهم، بكره هتلاقيه زي وزير الزراعه تاني يوم بقى بره الحكومه. طيب بس شيرين جانب بقى ليه جانب. انا عايزه اسمع يعني انت ساكت لما احنا في البريك كلمناك قلت لي انا عايز اخد حلول جذريه، او انا يعني انا عارف ان دي كل دي مشاكل بس احنا في فكره تانية بطريقه تانية نقدر نرجع السياحه بيها. انا عايزه افهمها أولا نقط يعني. السياحة موجودة لكن موجودة على نوع رخيص، رخيص جدا اللي هو اسمه all inclusive اللي هو ده. أنا خطتي already بتتم، أنا كل اللي عايز أقوله إن أنا عايز أخلي المصريين يشاركوا، لأنه تاني سعر اليورو والدولار، حضرتك معاكي 2000 يورو في ألمانيا
لو رحتي اي بلد في العالم هتصرفيهم في يوم. لو جيتي مصر دول 20,000 جنيه، يعني تبقي مليونيرة عايشة. يعني وتنبص. عايز تشجع السياحة الداخلية اكتر؟ لا، السياحة الخارجية. طب انا هسمح، اسمح لي انا اسالك سؤال. احنا عندنا مناسبات كبيرة جدا نقدر ان احنا نروج عليها، مثلا خد احنا عندنا مهرجان السينما وده دولي، واصبح النهارده بيموت وهتتشال منه الدوليه. كل يعني ده خطه ده عند حضرتك. انا عندي يعني مبادره كده صغنونه، يعني ليه ما يكونش في سياحه ثقافيه؟ الدوحه لما عشان تجيب كاس العالم 2022 دفعت كام وعملت كام، وعملوا مجهود وفعلا خدوها لحد 2022. انا بؤكد حضرتك كخبير وعلى مسؤوليتي، الدوحه لن تظهر على الخريطه السياحيه. النهارده الدوحه فيها 35 فندق 5 نجوم، ما فيهاش سائح واحد، فيها 500,000 اجنبي بيشتغلوا، هم اللي بيروحوا اللوكندات. انا مش عايز ناس تتوهم، دبي ما فيهاش سياحه، دبي اللي بيروح هناك بيروح بيزنس. طب عايزين بالفعل بقى النقط اللي حضرتك حضرها. اختصار المواضيع حضرتك، في اي دوله سياحيه في حاجه اسمها كالندر اوف ايفنتس. بريطانيا فيها ويمبلدون، كل ده. احنا خلاص فاتنا، مش هنقدر نجيب فورمولا 1، راحت البحرين مش هنجيب. بس انت عندك اكبر شو على كوكب الارض. ايه هو؟ ومحدش عارف برضو بيعامل كانه يوم طلوع الشمس على لا لا لا، انا اكبر شو على كوكب الارض ديلي. ديلي. وانا بؤكد عليك دلوقتي حالا، لو يعني لو عملنا مبادره مع سي بي سي، انا مسؤول قدام ال 90 مليون ان انا هوري مصر دي هتطلع على العالم على الاقل. طب احنا بنطلق المبادره هو بقى ايه؟ من 60 في مش في حاجه اسمها الصوت والضوء. مش كل يوم اتخضيتي حضرتك. عارفه انه على مستوى العالم، لو انت عارفه ان كوكب الارض ما عرفوش حاجه عن الصوت والضوء ده، لانه بيخش على ايه في الباكج اللي هو يعني اللي هو ايه، عارفه يعني ايه الصوت والضوء؟ الثلاث اهرامات والسفنكس بخمس لغات بالالوان بالاضاءه. المشكله بقى ان الصوت والضوء تبع مين؟ الثقافه. شفتي؟ وتبع فنيجي بقى نتكلم. فاحنا عشان نريح الجميع، انا مسؤول عن القطاع الخاص، لان انا اوريدي مجموعه وهقول اسمهم لانهم مصريين، مش بروح ازور. دي مجموعه اداره مصريه طبعا. بتدير 11 فندق وناجحه، ولا يهمهم ان هم اجيلهم لكن لما رحت لهم بالفيجن وافقوا على طول. ايه الفيجن؟ الفيجن ان حضرتك تخلقي باكجز محدده بكل ما هو جميل من نيل هرم، وما نقرفش بقى الناس بره ان عندنا مشاكل، حتى لو عندنا، لان الناس كفحت جوه وبره. والناس بقى المتخصصة والخبرة يقعدوا مع الناس يعني انا مش قادر اناقش لانه هو ده الكلام الحقيقي. لكن احنا ايه المصلحة بتاعت 20 مليون؟ هياكلوا منين؟ سواق التاكسي ده اللي بياخد الاول حاجة تتغير. بندرت التاكسي يعني ايه؟ انا اركب بالمهندسين لحد الفور سيزن بسبعة جنيه، يعني اقل من يورو يعني. والناس صبرة يعملوا الحاجات. طبعا اللي هيركبوا مواطن مصري وهيصرخ سبع جنيه برضو بيأثر في السياحة، لأنه بيبقى مخليه غصب عنه يتسول، وهو عنده كرامة. والشحاتين والعربجية دول اللي عندنا معروفين من 800 سنة. وعشان أقول لحضرتك الكلام طبعا غير مرفوض، لكن عايز أقول لك يا أجانب بتحب ده. أنا عندي ناس كانوا برضو نفس القصة، ويركبوك الجمل ومراته تتخطف وترجع بخمسين. الالمان بيجوا هنا بيحبوا المرور لانهم عايشين في الالمان كانهم عايشين في يعني. كنت لسه بتضرب مثال بالهند انها يعني بلد يعني الهند، لكن السياحه الهند ده فيها بليون غلبان. السياحه شغاله لان احنا مش واقعيين. احنا عندنا مليون راي ومليون واحد بيحب مصر، وكل ما تيجي تقولي الاجانب الخبراء يجوا. انا مستعد وبقول لحضرتك بدعو وزير الثقافه وزير السياحه فقط دلوقتي، ومندوب على وسي بي سي. سال حشيش دي حاجة كنز مفيش زيها في الكون. طب خلينا نتكلم عن بقية مشروعك، بس عايزين يطلعوا فاصل بعد إذنك أستاذ شيرين وأستاذ مدحت. نستأذنكم ونرجع ناخد فاصل، نرجع نتكلم عن حلول للسياحة. ما أنا مش قادر عشان ما زلنا بنواصل حوارنا عن أزمة السياحة، ودلوقتي في الحلول فاضل لنا سيجمنت كده دقائق بسيطة نعرف من حضراتكم إيه الحل.
يعني في نقط مستشارين يعني وصلت لايه في 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 المشروع مع هو طبعا الحلقه والموضوع كبير ومحتاج انه يبقى في مبادره. في مشاكل لازم هتتحل هتاخد وقت، لكن في دلوقتي 20 مليون عايشين من الصناعه دي، فلازم نعمل موضوع شقين، حل فوري. اول حاجه ما حدش يتكلم على بلده وحش، ما فيش مصري حتى لو بيتك وسخ حد يطلع في الشارع يفضل يقول انا بيتي وسخ. مبادره جميله صح. نمره 2 الاعلام المظبوط، وانا بقول مبادره سي بي سي لان انتوا اللي استضفتونا، يلا نعمل حلقه في سهل حشيش، يلا يا وزير السياحه، يلا وزير ثقافه، خدوا يوم من وقتكم هنحل. انا عندي 15 سنه خبره و1000 شركه وانا مسؤول، بس يبقى فيه يعني على الاقل باكج واحد يجوا يدوقوا، ومش السياحة العادية اللي هم الرؤوس رؤساء شركات ناس فنانين عالميين يتعزموا هيجيبوا وراهم 1000 سايح. لو جبت جورج كلوني ولا جاستن بيبر اللي راح دبي وجايب 8000 واحد وراه عنده 56 مليون على التواصل الاجتماعي، يعني لو عمل تويت واحد وقال راح مصر هيجيله 2000، دول هيدفعوا اي رقم. ما نسمعش عن سهل حشيش دي، احنا ممكن نطلع ده لازم حضرتك دي حاجة مش مصدق انه اجمل مكان انا شفته في العالم بعد الغردقة هي ب 10 كيلو ولا قريبة المطار حضرتك بالعربية. وبعدين اللي عمله سهل حشيش انا كنت موجود 15 سنة، واللي كان عنده الفيجن طبعا يعني رجل بيحب مصر وعمل حاجات مش هقول اسامي، لكن لو شفتيها هيجيلكوا جنون ان دي موجودة ولا كان ولا نيس ولا باريس ولا مكسيك، وعلى بعد ساعتين وثلاثة من اوروبا. يعني الاماكن اللي زي دي موجودة في البهامس. تاني اليورو والدولار لصالح السياحة، اعملوا باكيجز تعالوا نقعد مع الناس الخبراء السياحيين. انا استشفيت من كلام حضرتك انك انت عايز تجذب السائح اللي هو الممتلئ علشان في عندنا اماكن، فيبعد كمان عن الامن طبعاً. الا في الكلام طبعاً. يعني انت تدخل السائح على الاماكن اللي هي على مستوى الانفلونسر. ماذا عن السائح اللي عنده دولارات بسيطه وشباب وبيروح اللي هو لا ما يجيلناش بقى دلوقتي، يروح بقى الصومال ولا روح زيمبابوي. انا ليه انا عندي بقى ما هي دي المشكلة، بنينا اللوكندات دي ليه؟ أي لوكندة في القاهرة من الخمس نجوم أفخم من أي لوكندة موجودة في ألمانيا، مفيش واحدة. بنيناهم ليه؟ ما هو ما كانش فيه بقى دراسة جدوى. لو عايزة تجيبي السائح الشحات أعملوا كواخ وقعدوهم بقى في الصحراء هتجيبوا مليون سائح. عايزين تعملوا بقى ان مصر ام الدنيا واحنا يبقى فعلا نبقى ام الدنيا وابو الدنيا وما فيش حاجه اسمها دبي ولا دوحه، ازاي في 10 سنين دول يبنوا ابراج ويقولوا احنا عندنا كل حاجه واحنا عندنا كنوز الدنيا ومش عارفين حتى نلمع واحد الهرم. خلاص احنا يعني فهمنا وجهه نظرك. استاذ مدحت انا عايز اعرف تعليق حضرتك على الكلام بيقوله استاذ شريف. السياحه الفقيره زي ما احنا بنقول، احنا عندنا مثال واضح في اسرائيل. اسرائيل بتحاول تجتذب اكبر عدد ممكن من السياحه الفقيره عندها وبترخص بدرجه كبيره جدا مصاريف النقل بالذات على المراكب اللي بتنقل من اوروبا وخلافه. تستغل السياحه بتاعتها دي في انها بتعمل في الكيبوتسات بتاعتها في جني المحاصيل وخلافه، بتسوق لفكره السياحه داخل مصر من خلال اسرائيل، لدرجه ان كتير من السياح اللي بيبقوا جايين اسرائيل وبيخشوا بعد كده بفيزا 14 يوم بياخد الختم بتاع الباسبور من على المنفذ، ما بياخدش ما يقدمش الاستفاره في اطار اتفاقيه السلام، 14 يوم بيوصل فيها لغايه سانت كاترين وشرم الشيخ. فهي بتسوق على ان ده جزء من اسرائيل، بتسوق في الخارج بهذا الشكل، فمقلله جدا قيمه الماديه للتذكره، قد تصل للتلت عشان ينتقل بسفينه من دولته لغايه مصر، ممكن يدفع مثلا بفرض 10 جنيه، هيدفع عندهم هم 3 جنيه. فبالتالي بينزلوا فين؟ بينزلوا في مينا حيفه، على بال ما بيوصل لغايه ما يوصل ايلات بيكون تم استنفاذه بعدد ايام ليالي مختلفه، بيصرف فيهم مصاريف كتير جدا، وبيوصل في الاخر لسينا اللي هي مفروض زي ما قال الاستاذ شيرين دلوقتي بيقول ان فيها اماكن فيها كواخ وفيها اماكن فيها كذا، فيها تنوع، ولكن ده بينشط وفي عدد كبير من العاملين في السياحه بتشتغل في جنوب سينا بدرجه كبيره جدا. انا بس عايز بس اقول نقطتين معلش اخر نقطتين علشان الختام بتاع الموضوع. السياحة مش هتتحل بوزارة السياحة لوحدها ولا هتتحل بالقطاع الخاص في السياحة لوحده. لازم ان زي ما انا بتكلم عن مشروع قومي بتتضافر فيه جهود اكتر من وزارة واكتر من جهة، بيقعدوا مع بعض بيقولوا مشاكلنا اهي حلولنا اهي. احنا اتكلمنا سريعا عن المشاكل كلها اللي احنا بنتكلم عليها من اول الترويج اللي بيبتدي زي ما قال الاستاذ شيرين من مصر، من هنا من الاعلام المصري عشان يروج للسياحة،
لغايه مكتب تنشيط السياحه اللي بيتبع وزاره السياحه اللي لا زال حتى الان اداؤه ضعيف للغايه، واحنا مش شايفين له معالم لسه، لازلنا انا شايف لغايه دلوقتي انه بيعمل انه سبوبه في التاخد. انا عندي نقطه اخيره بس عشان الوقت ابقى الوقت ازف يعني ينفع يعني يقولها نقطه. اتفضل. الاعلام اهم دور هو الاعلام، البحث عن القصة والحقائق، اعطاء الامل للمشاهد وليس الصورة السوداء دائما، خلق برامج ترفيهية يدخل فيها عنصر السياحة مباشرة، استضاف خبراء حقيقيين لهم سجل ناجح وليس اي شخص عنده اراء ويفتي بقى في مصير مصر. نشكر جدا الاستاذ شيرين يسري والخبير الاقتصادي. الموضوع لسه مفتوح، موضوع فعلا ملف كبير جدا ما زال مفتوح، وعايزه اقول لكم ان نتيجه السياحه الداخليه فيما بعد مظبوط. سؤال الفيسبوك كان هل تعتقد ان الحكومه الحاليه تمتلك خطه لانقاذ السياحه المصريه؟ 28 قالوا نعم، 8 قالوا لا، 64 قالوا ربما، فالامل كبير جدا ان شاء الله ربما يكون في خطه واستراتيجي كبيره لحل الازمه ان شاء الله. السياحة. بعد الفاصل هيكون معانا شيماء، وشيماء من القاهرة هتقدم لنا طاجن كبد وقوانس بالجزر والكرفس، وانتم معزومين معنا على الغداء. اهلا شرفنا، ده احنا اهلا وسهلا نجيري الموضوع ده جميل. نلتقي بالستات على فيش يطبخوا بعد الفاصل.